هاي جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. اذا انتم هون جديد اهلا وسهلا فيكم. فللفيديو لليوم رح تكون غير عن العاده، فرح يكون عندي ست الممثله الفنانه العظيمه، ست امي، ست ارلات سليم. بعد شي مره اقول ست يعني. ف يوم عيدة. هلا انتوا رح تشوفوا الفيديو بكره، اللي هو نهار الجمعه 14، هو اليوم عم نصور نهار الخميس 13. فاليوم ايش عيدة يعني، بيرث داي ويكند زي ما بيقولوا. ف اليوم حيكون عندها الشرف تعمل لي الميك اب، ف حنشوف كيف هالشي رح يكون. تفضلي، بتحب تقولي شيء قبل ما نبلش فيديو؟ يعني مش اولا ميرسي كتير مام، ميرسي لثقتك انه انا اليوم بدي اعمل استيتيسيان. بتشكري كمان على المفاجأة اللي عملتي لي اياها امبارح للبيرثداي، وان شاء الله بيعجبكم شغل اليوم لسارة لي. اوكي طيب، هلا قبل ما نبلش خلينا بذكركم انه تفوتوا تعملي له تعملوا لنا فولو على انستغرام. Both our Instagrams رح يكونوا بالدسكريبشن بوكس. ف وتعملوا سبسكرايب ولايك ذا فيديو اف يو غانا لايك ات، وكومنت داون بلو اذا بحياتكم امكم عملت لكم الميك اب كمان او انتم عملتوا له. ف تفضل، اهلا وسهلا. هلا اليوم نحن كنا عم نقرر، عم بسألها انه قرري بين يا عينين يعني حواجب وعينين ميك اب، يا انه وجه باز ميك اب. نقيت العيون مش كتير. هلا انا ما رح اقشع شي من ده هي عم تعمله، فمشان هيك رح تكون سيربريز. هلا سمر كمان يا حوي معنا على فكرة، فانا هلا ما رح شوف شي لحد ما نخلص. هلا للي ما بيعرف، ارلات كانت تعمل ميك اب درستها مشي 30 مليون سنة. انا درستها ايام القديمة يعني. ف ميرسي عم تضربي لي وجهي قدام العالم. ف كانت تعمل ميك اب للاعراس وهيك، وكانت فاتحة محل وعاملة لاعراس انه العالم مهمة بهديك الايام يعني. اليوم ما حدا بيعرف فيهم، بس انه يعني يعني بالنسبة للقديم كان كثير حلو. بس لليوم اكيد كله مغير. ف لاحس حيطلع حواج بخشبتين. فعلى فكرة ما بيعرف انا مش عمية، بس نوعا ما يعني عندي دودو جري عمى بالعينين، فمن بعيد ما كتير بقشع بطريقة واضحة. فهلا هو منه كتير، بس انه في، فمشان هيك يعني حتى لو مزبوط في مراية قدامي انا ما رح اقشع عن جد شو صاير، يعني ما رح اقشع على الديتيلز على قد. اوكي ايه، فقررت تعمل ميك اب، وكانت كتير تعمل لي ميك اب انا وصغير يعني. وقتها كان بدي اعمل ميك اب، كانت كتير مرات انه هي تعمل لي اذا عندي اي مناسبة او هيك شيء، كانت هي يعني تعمل لي. ف قولي لي، سكر عيونك، افتح عيونك، شو بعمل بالحقيقة؟ لقيهم هيك بنقزها. اوكي شو عم تعمل؟ ليه نازلة لتحت؟ احنا معودين قديمة ليعمل اكلا محطة انا من تحت. هلا في اشياء باز بالقديم ما عم بيستعملوها اليوم، انا بتمنى يرجع يستعملوها. مثل كيف عم بعمل هلا بس مع بودر فوق. ما بيعملوها؟ ما جبنا بيتثبت الاي شادو احسن. هلا صار في مثل بيس بيعملوه، فيك تحطي بيجي ملون ديجا يعني اذا بدي كمان. عم بيكون في مثل اي شادو بيس بيقولوا له. هيدا هايلايت، هيدا فرشي لها القد كبير الفرشة. هلا انا قلت ما رح اعلق، بس ما حاسه ما رح اقدر، بدي اعلق اكيد. شو بدك؟ بدي بودر يا حي. اوكي سوري، دايما ما اشعط لانه ملبكة عم بعمل استيتيسيان مهمة مهمة. ملبكة
قد ما يكون عندي خبرة قديمة مش قد خبرتها دراستها هلأ. هلأ إن شاء الله بيعجبها بالأخير. طيب هلأ بدي بلش برسمة العين، اوكي. بدي أحاول أحط لها ألوان شوي ناتورال. ناتشورال جايبة باليت حمراء، كيف بدها تكون لا هي صحيح حمراء، بس انا عشان بحب غمي يعطي هالمضى للعين. قدام هدي حالي هلا، قدام هدي حالي هدي، يلا بسيطة، مرة بتمرق مرة بتمرق. مين عمل لك ميك ابك بعرسك؟ بعرسي عملته مدام، بس ما حبيته ابدا، لان انا بعمل، وكنت انا كتير مشهورة، يعني عملت العرس وزير بقى ونايب، كن الكن نايب العمة يعني وزير بقى، كل عجلتون والمنطقة طنطنت الدنيا فيها. ما حبيت الميك اب بعرسي. اللي صار بعد يومين عملوا لنا حفله بالشركه، بقى انا عملت ميك اب، ما دل حدا الا ما سالنا عند اي استيتيسيان، ضحكت ساعتها قلت لهم هي انا عملته، ومن وقتها قالوا لي لما بتشتغلي فيها فتحه عندكم. انا اللي عم بحاول اعمله على الضو، بليز، كانه رايحين زياره يعني الاحد، ميك اب خفيف نفس الوقت. عم بمسك غلط، سوري ماني مستحكمه. في صديقنا هون المهضوم هلا سرقنا، هلا هلا صار فيك تقعدي على ربعك ضبط لك هالعين. ايه فا اوكي، ايه بقى بالميك ابات اللي كنت اعملها كنت دايما ادرس الوجه والمناسبة، مشان هيك نجحت، اشتغلت فيها 6 سنين، نجحت بالال بي سي، اخذت اكسلون بالجامعة، كمان أخذت إكسلنون، كنت أول وحدة بعمل الريترو، الريترو الحمراء، الحمراء مع العين الأسود الرفيع. أيوة مارلين مونرو يعني. أيوة مارلين مونرو. هلا لازم الميك أب. شو بدك أنت؟ قلم أسود. قلم أسود. لازم الميك أب، يعني إذا رايحين زيارة ما يتعدى 10 دقايق بنظري أنا. لو شو بده يكون؟ لو بده يكون ميك اب شو إنه فول جلام أو ناتشورال، حسب قد إيه ناتشورال، بس إنه تنقول سوفت جلام أو ناتشورال عادي. تمام، مسك عيني مظبوط. ايه بده ياخد معي نص ساعة دايما يعني. هلا قد ما قد ما بنروح على الناتشورال قد ما بيكون احسن. لا قد ما بياخد اقل. ايه نحن اليوم عم نعمل ميك اب خرج زيارة نهار احد، ظهرين صورتي. لا بس افهم انت اي زيارة رايحة بهالايام؟ هلا انه بوجود الكورونا يعني رايحة زيارة على مار شربل. مار شربل مسموح نروح، دونك مشان هيك واحد لو زيارة قديس بده يظبط حاله. عندي حشرية، أعرف كيف طالع.
اوكي غمضة عينيك فتح شوي رمي شوي من وين نروحك؟ طيب خبرينا شوي عنك. مثل مثل انه جنابي كم مسلة؟ نعم. من سكر عيونها بعض ما عرفت من اي مطر؟ صراحة حلمي من عمر 18 سنة بس قدرت حققته من سنتين. قدرت حققته ثاقبت انه وين ما يكون يقولوا لي تيبيك خرج تلعبي دور هيك، تيبيك خرج تلعبي دور هيك، عيونك لتحت هيك. هي تعلمتها امبارح، امبارح كان عندي تصوير لمسلسل الزمن الضائع. بقى الاستيتيسيان لما دل هيك المسكرة مرتبة لما تتجملة علمتني طريقة كيف بتحطها. بقى برنامج التمثيلي بلش فعليا من 5 سنين اكثر سوري من 10 سنين بحرب 2006 شافني مخرج كان بده يعطيني دور للاسف فلينا على كندا سوري اليوم 2016 جنابي كنت تقولي من 10 سنين سوري من 2006 من 2006 بلش الحلم تأكدت انه انا لازم اخذ هالخطوه. انا بوقتها صرت ابكي وانه ما بتاخذوها ما تاخذوها ولانه بكيت وما بده اياه انه ياخذوها رحنا على كندا. تعالي شوي لحط لك من تحت بقى حظها انه رحنا على كندا وما حققت حلمي. بال 2019 رحت على مروى جروب قدمت كاستنج قلت لها متى باخذ النتيجة؟ قالت لهلا نجحتي ما في شهر بتعطيني دور بمسلسل الباشا. عندي عن جد حشري انا من انا وصغيرة طالع مش انا وصغيرة يعني بس انه طالعة بين عن جد بتعرف عادية. بقى الحاسة كمان هيك شو عم تعمل؟ من شي سنة رحت على فينيكس وكمان هيدي لمسة أخيرة رحت على فينيكس قدمت كاستينج كمان نجحت أخذوني بمسلسل رصيف الغرباء هلا عم بينعرض دونك كمان من ورا مسلسل رصيف الغرباء كان إلي حظ إنه ياخذوني بمسلسل الزمن الضائع وهيك عم بتبلش أعمالي شوي شوي عم تكبر. أنا حاسة ربحي ينفجر حاليا. أنا على فكرة بحس إنه العصبية ما بتجي من عقلي بحس تجي من قلبي. حاليا مهدية قلبي تهدية من يايبج واحدة من اثنين. هلا أكيد أنا ماني بشطارتك ما خص الشطارة بس شغلات اللي بتعمليهم بعرف كتير منيح من أي سنة هن. اوكي خصيصة انه نحن وقت بيعلمونا اياهم بال فيك تطلع فيه شوي وقت علمونا اياهم بالدولة وقت بتاخذ مش دورات يعني هي 3 سنين تعمليها بالدولة الكتاب عمره كان هي عمرها 18 سنة يعني اليوم عمرك اليوم طبقت الستين هن من وقت ما هي كان عمرها 18 سنة انا كنت عم تعلمها وقت انا كان عمري 18 سنة فانا انه اوكي فمش هناك يعني عم بحس شو عم تعمل وعم بحس انه قلبها عم بيغلي معنا انه هون من 1979 بتذكر الكتاب كان عليه انه عيني اوكي خلصت طيب بدنا نمراي نسيت شي لقبل الوقت حاضرين شو رأيكم حاضرين يعني سوري انا هذا نهار تصوير 13 ساعة شوي تعبين وما بعتذر اذا نعم فكرة اكرهه اكتر لا والله كتير حلو تكل بلندين كتير حلو عزبيك لا عن جد هلا اوكي منو كتير ظابط هون لانه استعملت انه هداك
بس انه كبلندينج منه ابدا. هلا احواجي كاكا يعني، بس انه لا، بس كالبلندينج كتير ظابط. لانه هالطريقه انا بحبها، معرفة شعري، مشان هيك نقيتها تتناسب مع هالرفعه. لا بس عن جد شاهين البلندينج كتير فلاوس يعني. انا هي بالطريقه ماسكه فيها وقاعده عم تعمل لي، قلت انا البلندنج حيطلع شي كاكا على الاخر، بس انه لا شاطر. لا ظابط. Thank you. لا عن جد انه هالقد I'm shocked يعني، هالقد عامله صدمه صار عندك نفسيه ثقة حاليا. فيي؟ لا بس انه بس انه لا ظابط. اوكي 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 انا متفاجئة. و حسيتي شي بلمسة ايد انا عم بشتغل لي؟ يعني كانت ايدي خفيفة ما خصك. اللي بيعرفني بيعرف انه كل ما حدا بيسألني شي بقول له ما خصك. اوكي فخلصنا لليوم، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا بهالفيديو، ان شاء الله تكونوا ما زهقتوا كثير، وانا متفاجئة عن جد متفاجئة. هلا تذكرت الكلمة متفاجئة. ف اوكي ف فوي ف تركولا some comments what do you think of the eye look، يعني شو رأيكم بالعينين وكيف معمولين. رح استعملت الفوغ اللي بده طالع بالو يعرف، الفوغ الجوسي بيوتي دالي كونتور باودر باليت والكايلي اكسو اكسو باليت. ف هون الالوان يعني، هون الالوان لانه عندك كثير فيرجنز اوف ذم، ف هيدا يمكن البيتش سم لا الاكسو سوري ضايعه لانه عن جد متفاجئه. اوكي وهيدا الجوسي هي 772 772. ف وي هلا اتس نوت ريلي منه كثير التشويس اوف ميك اب ممكن يكون انا عملته على حالي، بس انا حبيته. لا بالعكس ما اوكي. ف I'll see you in my next video. فلكين.